توقعات برج الجوزاء لسنة 2021. يعد عام 2021 بأن يكون عاما ديناميكيا وممتعا للغاية بالنسبة إلى الجوزاء، الذين كما هو الحال دائما مدعومون لغزو العالم ونيل كل ما يريدونه، وسيكونون أيضا مكرسين للغاية لمعرفة أنفسهم بشكل أفضل. نضج جديد ونهج آخر للحياة سيكونون مفاتيح هذه الفترة. الحب، عام هادئ نسبيا ينتظر الجوزاء في علاقات الحب، سواء من كان في علاقة أو من كان عازبا في بداية العام. سيكون عام 2021 أيضا وقت الفرص والتغييرات الإيجابية. الذين هم على علاقة في بداية العام سيواجهون عاما دون صعوبات كبيرة على مستوى التعايش، على الرغم من أنهم في بعض الأحيان يمكنهم أخذ عملهم إلى المنزل وتوليد بعض الخلافات أو المطالبات. الحوار والتوازن بين الاسترخاء والالتزامات سيكونان مفاتيح، بحيث يمكن تنظيم كل شيء بأفضل طريقة. سيكون لدى الجوزاء الذين يبدأون عام 2021 بمفردهم العديد من الفرص للقاء أشخاص جذابين. سيسعون إلى شيء أكثر من الصداقة، ومع ذلك سوف يبحث الجوزاء في عام 2021 عن أكثر من مجرد الجاذبية الجسدية والحديث الممتع. ولن يغريك أي من المقترحات كثيرا في الوقت الحالي، لذلك ستأخذ وقتك في اختيار الشريك. المال، سيكون عاما جيدا جدا لشركة الجوزاء من حيث الدخل، ومع ذلك يجب أن يحاولوا كبح رغبتهم في إنفاق أكثر من اللازم. يمكن أن يكونوا محبوبين ويجب عليهم ذلك، ولكن قبل كل شيء يوصى بالاستفادة من هذا الوقت من الدخل المرتفع للاحتفاظ بالموارد للاستثمارات الأكثر أهمية، التي يمكن أن توفر أرباحا مثيرة للاهتمام في المستقبل. في العمل، سوف يتألق الجوزاء في عملهم خلال عام 2021، لأن الكاريزما والأفكار العظيمة التي يتمتعون بها ستضاف إلى حقيقة أن مواليدهم سيسعون إلى الابتكار والارتقاء بقدراتهم وتجاوز نشاطهم في العمل، ليس فقط لنيل إعجاب الآخرين، ولكن قبل كل شيء ليشعر بالرضا. ستتاح العديد من الإمكانيات والترقيات والشراكات الجديدة والفرص التي انتظروها منذ فترة طويلة لأبناء العلامة. النصيحة الوحيدة هي أن تظل متواضعا وتجنب ثروات الأناء، وأن تظل ودودا في العمل سواء مع الزملاء أو الرؤساء. من المهم أن نتذكر أن النجاح يجلب التقدير، ولكنه يجلب أيضا الحسد والخصوم، ومن الضروري مواجهة هذه الطاقة بأفضل طريقة ممكنة. الصحة، إحدى الخصائص التي تميز الجوزاء هي ديناميكيتها وتدفقها الكبير للطاقة التي سيكون ثابتا خلال عام 2021. ومع ذلك فهو الوقت المناسب لضبط بعض الإجراءات الروتينية وتجنب التجاوزات والإخلالات وأعطاء الجسم الوقت الكافي للراحة التي يحتاجها. باتباع هذه الإرشادات ستكون صحة سكان الجوزاء جيدة جدا ومستقرة على مدار العام. نصيحة لعام 2021، يعيش الجوزاء حياته بشكل واسع، والاعتراف بالآخرين مهم جدا بالنسبة له. ومع ذلك فقد حان وقت الاهتمام بنفسك، واسأل نفسك عن المهنة الحقيقية والرغبات التي تتحقق وجوانب التحسين.
بحيث تكون الحياة أصيلة والنجاح الذي لم يأتي بعد يصبح حقيقة. نظرة عامة على برج الجوزاء لعام 2021. العشرية الأولى لبرج الجوزاء من 21 مايو إلى 1 يونيو. يحكمها كوكب المشتري وعطارد. ينذر برجك في عام 2021 بأن هذا العام سيتمتع مواليد الجوزاء الذين أولدوا خلال العقد الأول الكثير من النجاح في علاقاتهم وزواجهم. العشرية الثانية لبرج الجوزاء من 2 يونيو إلى 11 يونيو. يحكمه كوكب المريخ وعطارد. في عام 2021 سيكون أبناء الجوزاء الذين ولدوا خلال العقد الثاني من العلامة طموحين بشكل خاص ومكرسين لحياتهم المهنية. العشرية الثالثة لبرج الجوزاء من 12 يونيو إلى 21 يونيو. تحكمه الشمس وعطارد. سيكون مواليد الجوزاء الذين ولدوا خلال العشر الثالث على وجه الخصوص موجهين نحو العلاقات مع الآخرين، كل ذلك طوال عام 2021. الفرص الشخصية للجوزاء. سيجلب كوكب الزهرة العديد من الفرص في عام 2021. تتحكم الزهرة في المال والحب والعلاقات العاطفية، وهذه الأخيرة هي الأكثر أهمية. وبما أن هذه الأجزاء الرئيسية في الحياة فيمكن تحسينها طوال هذا الوقت. القيود الشخصية على الجوزاء. كوكب الزهرة سيتراجع في عام 2021. قد لا يكون هذا في الواقع مقيدا من الناحية المالية، ولكنه قد يكون جيدا للغاية. يمكن أن يترك الالتزام في هذا الوقت مع اتخاذ القرار. الشؤون المالية والمهنية. مرة أخرى ستحدد بعض القرارات التي تتخذها من أبريل إلى يونيو. ما إن كنت تعيش في حدود ميزانيتك أو ستفقدها تماما، قد يلزم النظر إلى الديون في المرحلة الرجعية. كوكب الزهرة. يمكن للشؤون المالية المشتركة أن تقدم بعض التحسينات، ولكن ليس حتى وقت متأخر جدا من هذا العام. قد تشارك فينوس هنا فقط إن كنت تسعى للحصول على أجور أعلى وتم رفضك. ثم قد يحدث التغيير في مايو ويونيو. يمكن لأولئك الذين ولدوا في 21 إلى 28 مايو أن يقرروا دخول مجال جديد بالكامل من أواخر مارس. المواليد من 1 إلى 7 هم أفضل البحث عن عمل في هذه المجالات الإبداعية أو الفنية.